السلام الله وبركاتكم يا شباب، اخباركم بخير؟ واليوم جيكم معكم في هذا المقطع عن لعبة Resident Evil الجزء الثاني او Revelation. طبعا اليوم جيكم مقطع جديد، انا مع مجود. هلا والله. الله هي هلا هلا. نلعب جيم. ها طبعا انت الهوست. يلا نلعب جيم يا حليلة. ليفل 4 يا حليلة. وانت على غفلة كم ليفلك؟ على الاقل 8. قل على كيفك. يلا يلا جاي اصبر. شريت افكر هذا انت، ما ادري احسب الكاميرا. يلا يلا ريدي ريدي. هيا الله مجود. الله شو اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. الله يلا دودين دودين. ابدا الجيم ابدا الجيم. يلا يلا. هذا ما بتسجل شفته؟ هذا هو. اوكي والله ذا كبير. قام خذ فجره. اي عدا اكره واحد عندي ذا ما يموت الا بالموت. يبغى له وقت طويل. قام مسافين هدد. الصوت مات سيء مات. لا ينفقه بس علي اخرنا. جد 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 جد. برا برا شيل شخطة. احن حركت حركت. سهلين صح ولا على لفلك؟ والله نفس من لفلك. ساكني اجي. ها مساعدة شيء. شيل قام قام قام. طلع لنا والله كلهم زي كذا. ايش وضعنا؟ انتبه والله طخني. اقول له هايط بس خليني ارجع ورا خليه يعطي مني. والله 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 طالع ذا. والله دم احمر. تعال 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 شو شو يا خليك يا عمي خليك يا عمي. ايوه كفو. اوكي اوكي رجل. بال بال والله رش على تفانه. تبالا. لا لا اجد عش جوني دمه فوق النار. لا لا اخ عليك ذبح. انا طلعت له ذي في رجله. خليني افجرها شيل 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 ادعش. ما ينفع معاهم الا قنبله ذي. خذ الا ثلجه وذي ناريه بعد. يلا ها عطف راسه. ذبحته نربط الشريط ما راح يموت ترى. ابلع في راسه. المشكلة ذا يجمدك. هذا والله مشكلة. والله ابن عطونا مفتاح. يلا 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 افتح افتح. تعال اسمه في رصاص هنا. وين؟ هذا رصاص. يلا يلا. اها في بعد رصاص في البداية ترى. انا والله ساحب عليهم وانا اخذت واحد. اوكي هلا والله. طريق ويني. خذ لك واحد. والله بالسيف. هلا بالسيف. مسكني يمه. هي عطى هي. المساعدة. طلع في وجهك. اي والله. انا بجر له عيني. انا عاج نفسي بس. جرت عينه. انت دم حقك فل. اوكي اوكي اطلق على عينه ترى ما ادري شو الموضوع. هذه طلع تفال حقه ذا. وقلنا والله غار من عدد عين ترى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله انك عطتني عين كنت بموت. الله ايش دعوه. لح عليه لح على يده. ايوه يلا يلا اصبر. قبل ما نكسر والله اكملت. يلا يلا ياي
عاد جويز اعطاني فلوس شوي ما يعطيني وايد ما ادري ايش لازم بالتحديات هيا بس خذ لك 2000 قوم قوم 52 ألف ستة قوم ها ليفل 7 يجي يا والله عليك فلوس 52 ألف هذا اللعب فيه وانت بساعة شبان بعد تبلع فلوس أصلا عادي أصلا عادي يلا عشان نطول أسلحتك بعد نسوي احنا سبعانين اوكي شنو كم لفلك صار والله ما ادري بشوف انا ما اتوقع نفذت والله دعس شاد والله والله يدعس يا ولد اعطوني قلبين احمر وازل مش سوني اوكي انا لبدي ما ادري كم مكتب 3-8 المهم كيف وصلت المقطع اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك وتمنى انزل مقاطع كثيره عن اللعبه هذه اكتبوها تحت في الكومنتات واصل كمل يلا كان معكم واسمي السلام عليكم.